ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كان أحد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يدي الله عز وجل، كان يدعو الله عز وجل ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء، فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتي. يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء، فاغفر لي وارحمني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أوحى الله إلى داود: يا داود، لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي، ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين؟ فكيف إرادتي باللي شاهدنا الآن ودمعت عيناه من أجل الله عز وجل؟ دمعت عيناه من أجل الله عز وجل. يا شريك يا الله، يا جمال يا ضبا، يا شريك يا نبي، يا مخفى نبي.